مساء الخير. بحسبة بسيطة وسريعة ل5000 قرض سكني بالمتوسط مدعوم سنويا من المؤسسة العامة للإسكان أو مصرف الإسكان أو المصارف التجارية، بيتبين أنه مردود هذا الدعم تجارة مربحة للدولة اللبنانية. نعم، مربحة وربحة وفير جدا، على اعتبار أنه ال5000 منشأة سكنية بتدخل أو بتدخل إلى خزينة الدولة حوالي 70 مليون دولار من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الفات، إضافة لحوالي 50 مليون دولار من الرسوم والضرائب العقارية، فيما المفروض أنه الدعم يكلف أقل من نصف هذا المبلغ. خلال السنوات الماضية أخذ مصرف لبنان المركزي على عاتقه دعم هذه القروض من خلال توفير رزمة مالية قيمتها 500 مليون دولار سنويا، وبتوزعها على شكل كوتا مالية وحصص على المصارف التجارية. لحد هون كان ماشي الحال، بأمن المركز اللبناني الأموال للقروض للمؤسسة العامة للإسكان والمصارف التجارية عبر السماح لها باستخدام جزء من الاحتياط الإلزامي لدى المركز بفائدة 1%، وهي بدورة بتتمم عملية الإقراض بتوفير قروض بفوائد مخفضة للمواطنين. بهذه الطريقة الكل كان راضي، المركز بحفز الاقتصاد على القطاع العقاري المحوري بالاقتصاد اللبناني، البنوك التجارية بتشغل أموالها وبتأمن ربح جيد باستثمار أخطاره محسوبة ومتدنية، وأخيرا المواطن اللبناني بيشعر أنه أصبح بيتملك منزل ببلده حتى وإن كان العقار مرهون لعشرين أو ثلاثين سنة للأمام. إلى أن أطلق المصرف المركزي نهاية العام الماضي تحذير، بقيت مفاعيله مضبوطة، لكن بآذار الماضي تطورت الأمور درجة لما قال الحاكم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه المصارف استنفدت كل الكوتا المرصودة لها والبالغة نصف مليار دولار خلال شهر واحد، وأضاف أنه الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال، فمصرف لبنان ليس الجهة المسؤولة عن السياسة الإسكانية وهذه مهمة الدولة اللبنانية. تداعت الأمور أكثر وأكثر بعد ما أعلنت المؤسسة العامة للإسكان بتسعة تموز الماضي عن التوقف عن قبول طلبات القروض السكنية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر. هنا دخل الجميع على خطوط الحل لاحتواء الأزمة، بدءا برئيس الجمهورية مرورا برئيس مجلس الوزراء وصولا إلى النواب والمصارف وكل الجهات والقطاعات المعنية بالموضوع، عبر اقتراح الحلول والمخارج للوصول لحلول مستدامة لهذه الأزمة اللي بتهدد الأمن الاجتماعي وبتتطلب حلول جذرية ومساهمة من كل الأطراف. حتى الآن الأسئلة كثيرة والأجوبة إن وجدت غير مقنعة، وبأحسن الأحوال ليست وافية. لماذا استخدمت المصارف كل هذه الأموال وبهذه السرعة ولصالح مين؟ وما هي نتائج المساءلة الأولية اللي أطلقها حاكم المركز للتحقيق بالموضوع؟ مين المسؤول عن السياسة الإسكانية أصلا، السياسة الإسكانية الوطنية؟ وليش ألغيت وزارة الإسكان؟ ومين بحل محلها اليوم؟ ما هي مضامين اقتراحات القوانين المقدمة من الكتل النيابية لاقتراح الحلول؟ وغير الكثير والكثير من الأسئلة. بيسرني أن أستضيف النائب طارق المرعبي والخبير الاقتصادي نسيب جبريل ورئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية بلبنان إليس سوما. لاحقا بينضم لنا نائب الوسطى والاستشاريين العقاريين وليد موسى. بالحلقة أيضا نستعرض سلسلة تقارير عن طبعا هذا الموضوع من إعداد فريق عمل انترفيوز، وبذكركم دائما مشاهدينا انه تقدروا تشاركوا عبر هاشتاج انترفيوز على فيسبوك وتويتر، كذلك مشاهدة الحلقة عبر فيسبوك لايف وبيريسكوب ومن خلال صفحتنا الخاصة. اسئلتكم حنعرضها على الشاشة ونناقشها مع ضيوفنا. طبعا هناك ايضا رقم الواتساب الظاهر على الشاشة للتواصل معنا. مساء الخير للجميع. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. الله يخليك. سعادة النائب، بدي بلش معك، شو موضوع الاقتراح ومن وين اجت فكرته الأولية؟ يعني بالبداية بلشت من الأزمة اللي عم بيعانوها الشباب، مطالب يعني ملحة جدا وعاجلة. الأسباب واضحة، تأجيل زواجات، شباب ما عم فيهم يسكنوا بيوتهم، قدموا طلبات إسكان ولا تزال قيد الإنجاز في المصارف. طبعا الهم الاساسي انه ما في مجال للزواج او للدخول في المرحله اللاحقه بحياتهم الزوجيه او كذا،
بسبب الوضع المادي بسبب وضع الإسكان. وهذا يؤثر يعني على الأمن الاجتماعي. هذا يؤثر على كل المجتمع بأكمله. يعني أولا منفوت بأسباب منصف بالهجرة. يعني ما تبقى من الشباب اللي ما هجروا بيقول لك إنه أنا شو ليش بدي بقى بهالبلد؟ يعني إنه خلص يعني وقفت القصة. إسكان ما في وشقة ما في وجيزة ما في يتجوز وما في كفي بعمله. بيقول لك أنا ساعتها خلص كفي بهجر. يعني بسبب يعني فعلا صعب جدا ظروف استثنائية يعني صعبة جدا. أنت تتوقع أنه هذا الاقتراح لا بدنا نحكي فيه بالتفصيل, ولكن تتوقع أنه اقتراح القانون هذا يذهب إلى يصير بدورته الطبيعية ويوصل لأنه يقار بشكل سريع؟ هو معجل طبعا من طبيعة الحال. أولا يعني الوضع ملح وما بيحمل. يعني عم نحكي بكارثة اجتماعية من كل النواحي, من ناحية الشبابية, من ناحية أنه تحافظ على الطاقات الشبابية بقلب البلاد, ومن ناحية تانية عم تعمل مشكلة اجتماعية. مشكلة يعني مش بس يعني شباب ونساء, لأنه كمان الصبايا اللي كانت موعدة حالها بدها تتجوز وفايتة على حياة جديدة كمان يعني أحبطت أحلامها كلها. يعني يبدو تعطلت مشاريعها يعني. وما عادت موضوعها على سكة طبعاً على السكة اللي لازم تكون موجودة. يعني بطبيعة المسار السريع يعني كل عائلة بتخطط بتنظم أمورها شوي, بتخطط لقدام, بتقول إنه والله أنا إحنا السنة بنتجوز, السنة الجاي بنكون مثلا ننوي انه نجيب اولاد كذا. يعني ما في كل الامور بدنا نحكي عنها بالتفصيل وتعطلت, وكلها السبب البنوك. مش هيك البنوك المصارف التجارية بتكون تربحوا كتير, بتكون تربحوا ملايين, بتكون تاخدوا دعم من مصرف لبنان. حضرتك كخبير اقتصادي شو رأيك هيك بالموضوع بإطاره العام بالأول؟ يعني هذه الكليشيهات عن المصارف صرنا معودين عليها, والتهجم والافتراء على القطاع المصرفي. بس بدك تشوف لازم نشوف الانجاز يلي حققه دعم القروض السكنية منذ 2009, منذ أن سمح مصرف لبنان منتصف 2009 باستخدام الاحتياطي الإلزامي بالليرة اللبنانية للقروض السكنية بفوائد منخفضة. هذا أدى إلى منح قروض بلغت 6 مليارات دولار من منتصف 2009 إلى آخر 2017, منها 2.4 مليار دولار من خلال مؤسسة العامة للإسكان يعني لذوي الدخل المحدود, بالإضافة إلى 1 مليار دولار للأعضاء بالجيش اللبناني, 260 مليون دولار للأعضاء بالقوى الأمن الداخلي, 106 مليون دولار للأمن العام, 96 مليون دولار للقضاة, 14 مليون دولار للعمال والموظفين بالجمارك اللبنانية, 1.3 مليون دولار للعمال بالأطفائية اللبنانية, 5 ملايين دولار للموظفين بالهيئة هيئة المال العامة, و17 مليون دولار لوزارة المهجرين. هذه الأرقام اللي هي من 2009 ل 2017 من منتصف 2009 لآخر 2017 لتشرين 2017, هذه كلها بالمؤشرات يعني تدل كأرقام إجمالية تدل على استفادة عم بتقوله كمصارف أو بشكل عام عم يقال إنه كمصارف المواطن اللبناني هو يلي استفاد منها أكثر من 120 ألف مواطن لبناني. 132 ألف قرض سكني أقرت بأواخر لغاية آخر 2017, مجموع 13 مليار دولار منهم 9.8 مليار دولار قروض مدعومة ما يوازي 24% من الناتج المحلي, وهيدي بمستويات النمسا وإيطاليا. طيب عال وكان كل هذه المبالغ اللي أقرت واللي استفادت منها ناس, ولكن أيضا يعني الدفع المطلوب كان أكثر بهيك بكتير من هيك. يعني نحن بنعرف الأرقام بتقول أنه عم يستفيد 5000 تقريبا أو أكثر شوي, ممكن في سنوات وصلت للست آلاف وحدة سكنية, بينما عقود الزواج في لبنان سنويا عم بتكون 20,000. يعني ما عم بيستفيد إلا ربع مثل ما كان عم يتفضل النائب طارق. يعني أنا ما في قارن. يعني هذا مؤشر ما هو كتير دقيق, العقود الزواج بلبنان مقارنة مع عدد القروض السكنية. انا ما يعني انا بعتبر في كتير تضخيم بهالموضوع. في ناس بتربط بين الامرين يعني, وهو الامر انه منطقي. يلي بده يتجوز بخطط قبل بسنه, ما بخطط قبل بشهرين يشتري بيت. توقفت الدعم على القروض السكنيه باوائل 2018,
يعني واحد اللي بده يخطط يتجوز بصيفية 2018 بيكون مقرر قبل بسنة يشتري بيت أو أنا مش عم بحكي عن بس وقت اللي بلش الأزمة، عم بحكي حتى لورا. أنتوا بالنتيجة عم تتلقوا هذه الطلبات، هذا الكم من الطلبات ليس بالعدد الكبير. أنا بسمع لتوضيحا أستاذ محمد، بالنسبة لأستاذ نسيب اللي عم بيقوله يمكن بينطبق على المدن، ولكن ليست يعني منا العقلية نفسها اللي نحن بالبلدات. يعني أنا مثلا مصل منطقة عكار، نحن عنا في واقع تاني. الواقع التاني هو بالمبدأ في عنا رخص بلديات، يعني إجمالا الولد بفضل يكون موجود ضمن المبنى اللي بنيه والده أو عائلته أو كذا، بياخدوا ترخيص ب 150 متر من البلدية الموجودة المختصة أو من المحافظ لنزيد طابق إضافي. هلأ اللي عم يحصل أنه وقفت يعني مثلا بيزيد الاستثمار بعد الانتخابات، وقفت رخص البلديات. نعم. هيدي من ناحية. من ناحية تانية كمان صار في زواجات، وطبعا بالبلدات ما في تخطيط قبل بسنة بسنتين مثل المدن، التخطيط بيكون يعني قبل بشهرين أو بثلاثة. وقفت كل الأمور مع بعضها، يعني ولا في مجال للموضوع البلدية أو موضوع المحافظ أنه يعمل إضافة للمبنى الحالي اللي موجودة في عائلته، ولا عنده مجال ياخد اسكان من البنوك لانه وقف موضوع الاسكان. يعني انا يمكن هيدي المشكله بتطال اكثر موضوع الـ يعني اهل البلدات والقرى والبلدات واللي مش بال واللي هي بتوقع ضمن يعني ضمن الاطار الدخل المحدود اكثر من اهل المدن، يعني مش بالشكل الاساسي. وطبعا يعني بتوقف يعني كل القطاعات، يعني مثلا نحن اجمالا بالمدن القطاعات، انت كمان يمكن استاذ علي كمان في نورنا على هذا الموضوع، بس يعني لما بنكون بالاطراف او بالبلدات بيوقف موضوع الاسكان، بيوقف البناء كاملا. بالمدن يمكن يختلف شوي بس كمان بيوقف، هي زياده الاستثمار على نفس البناء الموجود، على نفس البناء الموجود بيوقف كله. صحيح. بالمناطق ذات هاي الطبيعه. استاذ ليسو مبرحب فيك مجددا، بدي اسالك حضرتك كرئيس جمعيه منشئي وتجار الابنيه بلبنان، كيف شايف التوجه العام لهذا القطاع في لبنان، سيما وانه قطاع حيوي؟ كان عم يتفضل الاستاذ نسيب عم بيقول انه يمثل 24% من القروض السكنية المدعومة اللي منحت لغاية الآخر 2017، يعني 13 مليار دولار، توازي 24% من الناتج المحلي بمستويات إيطاليا والنمسا، وهي بتوازي يعني غرب أوروبا، دول بغرب أوروبا متقدمة، ولكن القطاع بشكل عام في مسار انحداري. مساء الخير. أنا بحب وضح أنه قطاع البناء بلبنان هو من أهم القطاعات، هو بيمثل ثلث الاقتصاد الوطني، بيشغل فيه حوالي 70 مهنة معلقة فيه تجارية وصناعية. صحيح. هذا القطاع هو من أهم القطاعات، واليوم بتعرف هالقطاع بده دعم. الدعم كان دائما من الاحتياط الإلزامي، من القروض الإسكانية. اليوم سعادة حاكم مصرف لبنان فجأة وقف هالقروض الإسكانية بلحظة. هلأ بيقول لك أنا ماني شغلتي، عملوا وزارة وكنتوا عملوا، بس أنت من حوالي أكثر من 15 سنة كنت أنا الله يرحمه دولة الرئيس الحريري عنده بالبيت، وكان سعادة الحاكم موجود، قال له حلوها، في عنا 200,000 شقة موجودة فاضية بالبلد، ما بيصير هيك، ما كان في قروض إسكانية. قام سعادة الحاكم بعد أسبوع، بدي أسألك بس هذه بأي سنين؟ بأيام بأواخر التسعينات يعني. نعم، بأيام الله يرحمه الرئيس الحريري بنص بعهد الرئيس الحريري، يعني بأواسط التسعينات. نعم. إجا دغري الحاكم تاني أسبوع، جيت أنا وياه نهار الجمعة مثل ما قلنا بالعادة نجي، وقال أنه أنا رأعت من الاحتياط الالزامي قروض إسكانية، بسطنا أمنا عممناها. كان العدد حوالي 200,000 شقة، صار كل سنة ينزلوا حوالي 25-30,000 شقة. بعدين اجت الأزمة العالمية المالية العالمية كمان بال 2008 وسقوط قطاع العقارات في أوروبا وأمريكا وإفلاس
عديد من المصارف بأوروبا وبأمريكا إلى أنه توجهوا كل هالناس اشتروا ما تبقى من هالعقارات موجودة عنا بالسابق، وكان وضعنا سليم جدا ومرتاحين. صرنا ولكن أدى إلى ما يسمى يعني الفقاعة العقارية في مكاننا، فقاعة العقارية، وكان كل الجو مرتاح، كنا نأمن للداخل وللمغتربين ولا دول الخليج ودول أفريقيا، كنا الجو كتير مرتاح. وكان بلش إجا سعادة الحاكم وقتها وقال إنه خدوا من الاحتياطي اللزامي 20% من الاحتياطي اللزامي، أمنوا فيهم كروت إسكانية للمواطنين كلها لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وبلشت القصة، ونحن مثل ما بنقولوا 5000، أنا تحديدا 7000، كان طاطة بين 5000 و8000، مش بس 5000، كان طاطة كروت الاحتياطي. كان مثلا اليوم عندك كارد أنت للمواطن العادي أبو 150-200 ألف، وكمان كان بذات الوقت يأخذ المليون يعني اليوم. وهذا أحد الأسباب اللي عبين قال إنه أدى لشح الأموال أو استنفاذها بشكل مزبوط سريع. وبالمدة الأخيرة بالذات، بالمدة السنة الأخيرة صار في عدم ضبط القصة، صار في استغلال بطريقة بطريقة مختلفة. وسمعنا عن يعني ما يقارب الفضائح بهذا الموضوع، فضائح كبيرة صحيح. واليوم وصارت الواحد عنده شقة يجيب رفيقه مع اتفاق مع البنك لتحقيقه لشيء، يعطيها المليون وغدا يعمل له وكالة غير قابل للعزل. وشالت في فضائح، وفي عنا اثباتات وعنا وقائع، يعني عم تمت الاستفادة بشكل غير منضبط. استاذ نسيب، انا منو دقيق بترجيك، القطاع المصرفي ما بيشتغل بهالطريقة بهالفوضى هيدي. انا ما بقول لك لحظة برجوك لا، ولكن استاذ نسيب اذا كان تم الاتفاق على سبعة، بيقول الاستاذ سوما اذا كان تم الاتفاق بين يعني حتى بدون معرفة البنك بين الشاري والبيع وقدم ملف متكامل، شو بتقدروا تفرضوا بين الشاري والبيع؟ بس اذا اجى واحد قدم على قرض مصرفي، أبسط قواعد العمل المصرفي إنه ما بيعطي المصرف قرض بدون ما يكون في صك بإيد الشاري، بإيد الشاري، وهالأموال بتروح دغري للبيع، يعني ما مش هالنظريات. لا واحد لا لا أنا كسبتهم صح، عم يلفت لشغلة سائدة بالمجتمع اللبناني إذا أنا فهمت صح. في شغلة سائدة بالمجتمع اللبناني إنه بيجي أنا وأنت A و B، منتفق أنا يعني بائع وحضرتك شاري، وبدون ما نقول للبنك إنه ما بيكون في بيع حقيقي، عملية بيع صوري، بيع يعني صوري، إنما للاستفادة من القروض. صحيح عملكم يعني كبنوك، هيدي صارت مسؤولية البنك، يعني ما في بنك محترف بلبنان بتقدروا تعملوا يعني استقصاء واضح عن هذه الأمور. مجبور البنك يعمل استقصاء، ما في يعطي قرض بدون مستندات. واسأل اللي عم بيقدم على القروض قد ايه بده يعبي مستندات، وقديش بده يجيب الصك، وبده يرهن البيت لسنوات عديدة طالما في قرض سكني. يعني هذا كلام مبالغ فيه جدا. انا يعني بدي كنت جرب اعمل تنشن بينك وبين الاستاذ إلي سوما، فالحمد لله الموضوع موجود من اساسه، ما بحاجة لإلي يعني ان شاء الله حنشوف جو ساخن يستفيد منه المواطن. استاذ نسيب، اليوم باطلاعك على التحقيق اللي اطلقه الحاكم بمسألة القروض وكيف ذهبت هذه الاموال، وين صار هذا التحقيق؟ اتصال مصرف لبنان، هيدا تحقيق سري من داخل مصرف لبنان. ولكن اطلقوا المصرف وانتم مطلعين وبتطلعوا مثل بالسياسه، هناك مصادر ومقربين ومطلعين. ال- 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 يعني هي يلي صار انه مصرف لبنان عم بيحقق ببعض الحالات، ولكن ما ننسى انه هالارقام يلي قلتها انا، ال 6 مليارات دولار يلي استفاد منها مجموعه من القطاعات بالقطاع العام يلي هيدا حقهم. على كل حال استاذ نسيب، انا بدي كفي معك هذه الفكره، ولكن مضطر اني اطلع فاصل وكفي معك هذه الفكره الاساسيه لانه الكل بهمه يعرف. فاصل مشاهدينا ونعود لمواصله هذا الحوار.